الله وبركاته، معاكم زميلكم من تيم ان شاء الله هنشرح سوا النهارده المحاضره الثالثه في الباصو بعنوان الباثولوجي اوف ادينال جلاند، الامراض اللي بتصيب الادينال جلاند. قبل ما نبتدي ندعي لاخواتنا في غزه والسودان، يعني ربنا يخف عنهم يا رب، هم فيه ربنا ينصر اخواتنا في غزه يا رب. تمام. وكمان المحاضره دي معتمده بشكل كبير قوي على المحاضرتين الخمسه والسته في السيولوجي، يعني هي غالبا منها اصلا فهم 9 صفح بس، والله يعني هم كلهم تقريبا من محاضرتين في السيولوجي. تمام. قبل بس ما نبتدي كده ناخد هنت بسيطه كده عن الاناتومي المقابله الاول، ناخد هنت بسيطه كده عن الاناتومي والهيستولوجي بتاع الادينال جلاند. والله هما كانوا غدتين موجود كل واحده فوق كل كليه. تمام. كانت بتتكون هيستولوجي من ايه؟ كانت بتتكون من حاجتين، كورتكس ومظله. الكورتكس دي كانت بتتكون من 3 زون، كان عندي حاجه اسمها زونه جلوميلوزا، ودي كانت نسبتها صغيره جدا يعني حجمها صغير، ودي كانت بتطلع لك ايه؟ بتطلع لك المينيرالوكورتيكويد اللي هم الالدوستيرون. كان عندي بعد كده حاجه اسمها زونه فيسكيلاتا، دي كانت اكبر واحده فيهم، كانت نسبتها حوالي 70%، ودي كانت بتطلع لك ايه؟ كانت بتطلع لك الجلوكورتيكويد اللي هو الكورتيزون يعني. ماشي. كان عندي حاجه اسمها زونه ريتيكولاس، دي كانت بتطلع لك ايه؟ 6 هرمونز، ودي نسبتها برضه ايه؟ صغيره. بعد كده عندي 3 زون، جلوميروزا بتطلع لك الدوستيرون، فاسكيلاتا بتطلع لك كورتيزون، ريتيكولاس بتطلع لك 6 هرمونز. ده كده بالنسبه لي الكورتكس. طب بالنسبه للمظله، والله المظله دي احنا كنا عارفين برضه من الهيستولوجي انها خليتين، يعني ميدلي خليتين. ايه هما؟ كوما فين سيل، ودي هي اللي كانت بتطلع لك الكاتيكولامين ادينالين ونو ادينالين، وكان عندك حاجه اسمها ايه؟ جانجليون سيل. جميل جميل. فهو هنا ايه؟ ادت لك كده مقدمه كده عن الاناتومي والهيستولوجي بتاعها، قال لك والله دي بتتكون من ايه؟ اناتوميكال كورتكس ومظله، ومختلفه في الايه؟ مختلفه من حيث الديفلوبمنت بتاعها، من حيث الاستكشر برضه مختلفه والفانكشن وكده. تمام. هيستولوجي قال لك والله بتتكون من كورتكس ومظله. عندي الكورتكس دي كان 3 زون، جلوميروزا كان بيطلع لك الالدوستيرون، فاسكليتا تطلع لك كورتيزون، ودي اكبر نسبه فيهم عشان تبقى عارف يعني، وريتيكولاس دي ايه؟ بتطلع لك السكس هرمون. والمظله، والله ان المظله دي كانت فيها في حاجه اسمها كومافين سيل، هي دي اللي بتطلع لك الادينالين والنو ادينالين. كل ده كلام ايه؟ كلام هيستولوجي مش هيفيدنا قوي، بس والله كوما فين سيل دي كانت ايه؟ كانت ليها بيزوفيليك سيتوبلازم، يعني دي برضه هتفيدنا وهتهمنا. تمام. ولان منشاها اصلا ايه؟ لان منشاها اللي هو المنشا الخلايا العصبيه ده، كان ما علينا يعني. ماشي. فانا عندي كان عندي كوما فين سيل بتطلع ادينالين والنو ادينالين، وكان عندي حاجه اسمها سستنتاكولار سيل مش مهم قوي، سبورتنج سيل وكده، كان عندي حاجه بقى ايه؟ جانجليون سيل. جميل جدا. ده كده بالنسبه لاناتومي الهيستولوجي، عشان اعرف ايه؟ عشان اعرف افهم الباثولوجي كويس. تمام. في حته كده برضه هنا في الفسيولوجي، احنا عارفين والله ان الادينال جلاند دي وقعت تحت تاثير او تحت كنترول مين؟ الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري. فالهايبوثالاموس كانت بتدي الاول انها تطلع ايه؟ الكورتيكوتوبين ريليزنج هرمون، كورتيكوتوبين ريليزنج هرمون يروح على الانتيريور بيتيوتري يخليها تطلع ايه؟ اللي تطلع الاي سي تي اتش، الاي سي تي اتش يروح على الادينال كورتكس يخليها تطلع ايه؟ الكورتيزون والجلوكورتيكويد وكده. تمام. كنا عارفين ان كل ده لما يزيد، لما يتم ان هو يزيد، يتم ان هو يبعت ايه؟ يبعت نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري يقلل الفصل. جميل جدا. تمام. تعالى بقى نتكلم بقى على ايه؟ على الديزيزز اللي بتصيب الادينال كورتكس. الديزيز دي قال لك احنا عامه اي ديزيز يعني في ايه؟ في اي جلاند، اما انها بقت تفس كتير قوي في هايبر فانكشن، او انها ايه؟ ما بقتش تفس خالص في، او بتفس بنسبه قليله، بنسميها ايه؟ هايبو فانكشن. قال لك والله انا عندي حاجتين، اما ادينال كورتيكال هايبر فانكشن او ادينال كورتيكال ايه؟ هايبو فانكشن. ولا كمان عايزك تبقى عارف حاجه، الهايبر فانكشن دي لما بتحصل بتصيب كل زون لوحدها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي حصلت مشكله في، يعني الهايبر فانكشن لما بيحصل في زون لوحدها، بيحصل في الزونه جلوميروزا يخليها تطلع الدوستيون كتير، ماليش دعوه بالايه؟ ماليش دعوه بالكورتيزون. بيحصل في الزونه فيسكيلاتا يخليها تطلع ايه؟ سوري، انا قلت الجلوميروزا بتطلع ايه؟ الدوستيون كتير. تمام. فيسكيلاتا يخليها تطلع كورتيزون كتير، ودخل عيان في ايه؟ في كوشنج. وريتيكولاس يخليها تطلع ايه؟ الاندروجين كتير، ويدخلها برضه في ايه؟ في ادروجينيكال ويفرنجنج سندوم والكلام ده. تمام. ده كده بالنسبه للهايبر فانكشن. امال بقى ايه الهايبر فانكشن؟ لك لا، الهايبر فانكشن مش كده. الهايبر فانكشن لما الديزيز بيحصل او مشكله بتحصل، بتاخد الزونز كلها، بتاخدها كده على بعضها لو مش واحده. فايه؟ فبلاقي ان هو الديزيز اللي حصل ده دمر لي الزونز كلها، ما فيهاش. فبلاقي ايه؟ فبناء على كده هنفصلها اكتر لما نيجي نشرحها. بناء على كده احنا قسمنا الهايبر فانكشن ده اما حاجات اكيوت ادينال انسفشنسي، ان الجلاند ما بقتش خلاص تطلع هرمونات، او كونيك اللي احنا بنسميه ايه؟ الالسون ديزيز. نيكو قبل مكتوب هو قال لك ان ايه؟ قال لك احنا قسمناها لايه؟ الهايبر فانكشن وهايبر فانكشن. الهايبر فانكشن ده لو حصل فيه الزونه فاسكيلاتا يخليها تطلع كورتيزون كتير فيعمل لك ايه؟ كوشنج. لو حصل فيه جلوميروزا يخليها تطلع الدوستيرون كتير فيعمل لك كون سندوم هايبر الدوستيرونيزم. ماشي. لو حصل فيه ريتيكولاس يخليها تطلع ايه؟ اندروجين كتير فيعمل لك ايه؟ ادرينوجينيتال او فيرلايزد سندوم. وده مش هيهمنا قوي يعني في الفيديو ده، الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. ماشي.
ايوه كده زي مال هايبر فانكشن. لا الهايبر فانكشن ده بياخد الزون كلها على بعضها، فبيخلي فبيقلل الافرازات كلها او الهرمونات كلها. فاما يكون ايه، ما يكون حاجه اكيوت ادينا انسفيشنسي، او يكون ايه كرونيك ادينا انسفيشنسي، واللي احنا بنسميه الاديسون ديزيز. تعالى نبتدي الاول بسم الله بحاجات الهايبر فانكشن. هندرس حاجتين، الكوشنج وهندرس ايه الكون سندوم. ابتدي بسم الله بالكوشنج. والله الكوشنج ده حصلت ايه، انت قلتي حصلت مشكله في الزونه في السيركليتر خليتها تطلع كورتيزون كتير. يعني ايه؟ يعني مجملا في اليفيشن في الجلوكوتيكويد ليفل، نسبه الكورتيزون في جسم عاليه جدا عن الطبيعي. هو قال لك هنا ايه او ديفينيشن، قال لك ده اليفيشن في الجلوكوتيكويد ليفل نتيجه ايه، نتيجه انكريز السكيشن اوف كورتيزول. مش بيبقى ممكن من اكتر فيه، بيبقى ممكن من اكتر في الميدل ايج فيميل. تمام، مش مشكله. الكوزز بتاعته، والله احنا عارفين اي كوزز لاي جلاند او كده او اي حاجه عامه، يعني بتبقى ايه، تبقى اما تكون باي ماي او سكندري، ومن ضمن السكندري ايه اكسوجينوس وكده. تمام، باي ماي يعني ايه؟ باي ماي يعني مشكله في الجلاند ذات نفسها، مشكله في الجلاند ذات نفسها في الزونه في السكليتر خليتها انها ايه تطلع كورتيزون كتير جدا. المشكله دي ممكن تبقى ايه، تتخيل كده المشكله تبقى ايه في الجلاند ذات نفسها، ان الخلايا كبرت في العدد صح؟ صح، فبتبتدي تطلع كورتيزون كتير. فممكن المشكله تكون هايبر بليزيا، خلايا زادت في العدد، ممكن تكون تيومر. بيتطبق بقى الموضوع بقى تيومر، سواء كان بناين ادينوما او سواء كان مالجنانت كارسينوما. تمام، ده كده ده كده حاجه بديهيه جدا. تمام تمام، ده كده بالنسبه للباي ماي. ما بقى بالنسبه للسكندري، سكندري ده بالنسبه شويه للباي ماي اللي هو جاي من ايه، جاي من الجلاند نفسها. امال بقى السكندري، السكندري ده يبقى المشكله عندي من فوق. يعني ايه مشكله من فوق؟ مشكله من الهايبوثالاموس والبيتيوتري اللي هي بتتحكم اصلا في ايه، في الادرينال جلاند. فبلاقي مثلا ايه الـ عندي بيتيوتري ادينوما، بقيت تطلع ايه، بقيت تطلع اي سي تي اتش كتير جدا، فبقت ايه تخليها تطلع كورتيزون كتير جدا. صح، كلام منطقي. تمام تمام، او عندي بقى ايه، او عندي حاجه تانية اسمها اكسوجينوس. يعني اكسوجينوس بقى او ايتوجينيك، قال لك اكسوجينوس ايتوجينيك دي بتيجي غالبا، ودي الموست كومن اصلا، ان غالبا عيان بيكون ايه مثلا عنده انفلاماتوري كونديشن، عنده اوتوميون ديزيز او حاجه، فانا بمشي على ايه كورتيزون غالبا بقيه حياته بيمشي على كورتيزون. فنتيجه اللونج تيرم يوز ده من الكورتيزون ممكن يدخل عيان في ايه، يدخل عيان في كوشنج نتيجه الكورتيزون كتير جدا. تمام تمام، فهو هنا نقرا بقى المكتوب، قال لك والله ده الكوز بتاعتها اما حاجات برايمري اهو، اما يكون في حصل هايبربليزيا ان الخليه خلاها تطلع ايه كورتيزون كتير، او في ادينوما تيوما بناين، او ايه كارسينوما مالجنا. تمام تمام، ده كده البرايمري. طب بالنسبه لي السكندري، قال لك مشكله من فوق اهي، ادينوما لي البيتوتري، فاحنا سميناها ايه بيتوتري كوشنج ديزيز، ان المشكله جايه منين، جايه من البيتوتري. تمام تمام، او عندي ايه، او عندي حاجه ايتروجينيك كوشنج. يعني ايه؟ يعني مشكله من بقى حاجه، قال لك ايه نتيجه بولونجد اكسوجينوس ادمنستريشن للجلوكوتيكوز، عمال ياخد ايه كورتيزون كتير من بقى، فنتيجه اللونج تيرم يوز ده ايه جاب له كوشنج ديزيز. تمام، ايه بقى النقطه رقم 5 دي؟ النقطه رقم 5 دي حاجه اسمها ايه بانيوبلاستيك كوشنج. يعني ايه بانيوبلاستيك كوشنج؟ قال والله انا عندي تيومر بيفرز هرمونات. يعني ايه برضه التيومر بيفرز هرمونات؟ يعني مثلا ايه لقينا هو جدا الناس عندهم بعض التيومر مثلا زي تيومر في اللنج، اه لقينا التيومر ده بيفرز هرمونات معينه، من ضمن الهرمونات دي لقيناه بيفرز الاي سي تي اتش، هي حاجه كده. تمام، لقيناه بيفرز اي سي تي اتش كتير جدا، فبيجي على ايه، فبيجي على الادرينالجات وخليها تطلع ايه، خليها تطلع كورتيزون كتير جدا. صح صح، فهو ده بقى ايه، هو ده بقى نيوبلاستيك كوشنج. يعني هو هو عنده نيوبلازم، حاجه بالي يعني حاجه بجانب النيوبلازم ده انها بتطلع ايه، بجانب النيوبلازم ده ان الشخص ده عنده كوشنج. او فنقرا كده، قال لك ده ايه اكتوبيك انابروبريت سكريشن للاس تي اتش، يعني مش في مكانه الطبيعي نتيجه تيومرز في الايه، في الابوت سيل اللي هي خلايا الغدد الصماء زي كارسينوم سندوم او سيل كارسينوما مضله كارسينوما او سيرويد. على فكره دي تفسر لك كلمه موجوده في ايه، تفسر لك كلمه موجوده في محاضره السيرويد، كان بيقول لك انها ولا بتكون اسوشيتد تو ايه وسكوشن، هنفهم ليه دلوقتي انها بقت تطلع اي سي تي اتش. تمام تمام، ده كده بالنسبه دي الكوز. بالنسبه بقى للكلينيكال فيتشرز بقى، العيان ده بيجي بايه، وده جزء فيسيولوجي بحت بحت حرفيا، يعني لو احنا اتشرح بالتفصيل واتقال كده بالتفصيل في محاضره الفيسيولوجي وهناخده كمان ما في السكاشن وايه كمان في الفاما، يعني لحد ما نجي. ايه بقى الكلينيكال فيتشر؟ الكورتيزون ده اصلا بيعمل ايه؟ والله الكورتيزون ده كان ليه اكشنز كتير جدا. كان اول حاجه كان هايبر جلاسيميك هرمون، يعني ايه، كان بيزود نسبه الجلوكوز الموجوده في الدم. اه طب انا دلوقتي بقول لك في اكسس ريليز للكورتيزون، يعني انا اقول لك اي وظيفه دلوقتي انا هقولها انت زودها على طول، فانا دلوقتي الجلوكوز زاد في الدم خالص، يدخل عيان في ايه دايبيتس. صح صح، منطقي جدا. تمام تمام، دي اول مشكله يعملها. تمام، الهرمون ده كان ايه، كان بيعمل بروتين ميتابوليزم او بروتين كاتابوليزم. صح، يعني كان بيكسر كل البروتين موجود في جسمك، كان بيعمل اكسترا هيباتيك بروتين كاتابوليزم، بيكسر كل البروتين وكان بيوديه على الليفر. وكان ايه في الليفر بيعمل انابوليزم. المهم يعني هو كان بيعمل ايه كاتابوليزم ليه البروتين، اهو دلوقتي عمال يكسر كل البروتين موجوده في جسمك، من ضمن البروتين دي كولاجين، فيعمل ايه في السكن اللي هو فيه كولاجين، هيعمل هيخلي يعمل سيلينج في السكن.
تمام. هيعمل ايه في البون اللي هو برضه فيه كولاجين؟ هيعمل اوستيوبوزس صح، هيعمل هشاشه في العظام. هيعمل ايه في الواند هيلينج؟ التئام الجوه برضه اللي كانت بتحتاج كولاجين، برضه هيبقى ايه في بور واند هيلينج، مش هتعرف تلتئمه كده. تمام. وبرضه احنا عارفين الكورتيزون ده كان ليه الدوستيون لايك اكشن صح. في الفسيولوجي برضه كان ليه الدوستيون لايك اكشن، كان بيعمل ايه برضه؟ كان يعني بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن. تمام. فانا دلوقتي بقول لك ايه حصل اكسس دلوقتي، فبقى ايه، فبقى العيان يدخل فيه، العيان هيدخل فيه هايبر كاليميا و سوري هايبو كاليميا وهايبر ناتريميا. بقى ايه، بقى ايه، بقى يخرج بوتاسيوم كتير جدا، وبقى ايه، بقى يحبس صوديوم كتير جدا، ويدخل كمان في هايبر ريتينشن نتيجه الصوديوم ده يسحب ميه وكده. تمام. ايه تاني ده كده المين اكشن. دول تقريبا كده، دول كده اهم حاجه الايه الكورتيزون بيركز عليها. كان في برضه حاجه مهمه جدا ان هو كان بيشتغل انتي انفلاماتوري صح، كان بيوقف كل عمليه الانفلاميشن، الليمفوسايت بقى وايه يا ربي والحاجات دي، يعني الحاجات الموجوده في الانفلاميشن كان بيوقفها كلها، وكان بيعمل انهبيشن للليمفوسايت. تمام. وكان ليه برضه شويه تاثير بقى على البين، شويه تاثير على السكس هرمونز، حاجات كده ايه بسيطه كده. طب تعالى نقرا بقى الكلام المكتوب. اول حاجه الشخص بتاع الكوشك سندوم ده يكون بيتميز بيها او هيجي بيها ان هو يكون عنده ايه اوبيسيتي، انكريز سب كيتينوس فات دي الفيس مون فيس او واحنا ما قلناش دي معلش، ان الكورتيزون ده كان لايبوليتيك هرمون يعني بيكسر الليبيد، فبيعمل ايه، فبيعمل لك فيه فاتي اسيد، كان بياخد الفيه فاتي اسيد لما 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 تزيد قوي في الجسم يقوم واخدها يقوم ايه يقوم يصبها في اماكن غريبه جدا، هتلاقيه يصبها فين، يصبها في الفيس فيعمل لك مون فيس، يصبها في التانك او في النك يعمل لك حاجه اسمها ايه بافلو هامب اهو. فقال لك ايه، فقال لك كي سب كيتينوس فات ان ذا فيس، يعمل لك مون فيس، يعمل لك بافلو هامب، يعمل لك نتيجه ايه انكريز بودي ويت. تمام. كنا قلنا ايه دخل عيان في دايبيتس ميليتس نتيجه ان هو ايه هيزود الجلوكوز في الدم اهو. فقال لك ليه اوبوزنج اكشن على الانسولين، هو انتي انسولين هرمون اصلا. تمام مش مشكله. هايبر جلاسيميا والكلام ده. تمام. كان بيكسر البروتين، بيعمل بروتين كاتابوليزم، بيعمل لك ايه مصل ويستنج ويكنس سن اكستريم، تلاقي الاطراف بتاعتها اسمها ايه رفيعه نتيجه ان هو ايه كسر الكولاجين وكده. سكندري تو انكريز بروتين كاتابوليزم. تمام. ديو تو كولكونوجيس ان هو كان بياخد الايه الامين اسيد ده يصنع بيه جلوكوز، يعني حته في السولوجي مش مهم. ماشي. اوستيوبوزس نتيجه ان هو كان بيكسر ايه، بيكسر برضه البروتين، كسر الكولاجين اهو، كيس بروتيك بريك داون، فيعمل العيان ده هايبر كالسيميا ومتاستاتيك كالسيفيكيشن، ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. تمام. انكيس ستابيليتي وانفكشن، ما احنا قلنا ده انتي ايه، ده انتي انفلاماتوري هرمون اصلا، ده من واحد من اهم استخداماته. فلما هو يبقى بزياده قوي هيقلل ايه، هيقلل الاميونيتي بتاعت العيان، هيقلل مناعه العيان ده خالص اهو، فيزود ايه ستابيليتي بتاعته للانفكشن. كان ليه الستيون لايك اكشن، الستيون لايك اكشن، فكان بيعمل صوديوم موتور ريتينشن. طب لما يزيد خالص هيدخل العيان في ايه، هايبر تنشن وهايبوكاليميا، مور ريتينشن للصوديوم ومور اكسكيشن للبوتاسيوم اهو. انا قال لك نفس اللي انا قلته. تمام. كان ليه تاثير على سكس هرمونز بقى، حاجات ايه بقى، حاجات عاديه مش مهمه قوي، هيستوريزم انفيرتيليتي مسيوال ابنورماليتيز في الفيميل، ديفيز الاندروجين والكلام ده مش مهم قوي. تمام. سيننج للسكن قلنا قبل كده ان هو هيكسر كولاجين، ويقول لك ديفلوبمنت اوف ستاري الستاري دي يعني اللي هي الستريتش ماركس يعني انت عارفين، هيجيب برضه الفات ديبوزيشن والكلام ده، ويكوميوزس كدمات نتيجه ان هو ايه عنده بور اند هيلينج مفيش كولاجين بيكسره، وحاجات بقى شويه تاثير كده على ايه على البين سايكاتريك ايه سيمبتومز. تمام. امال بقى ايه اللي يهمني بقى، اللي يهمني المين اكشن اللي احنا قلناه فوق، يعني ايه، يعني انا هجيب لك دلوقتي الدكتور تيجي تسال في كيس، على فكره اللي متعلم عليه بالاصفر ده وجزاه الله خير يعني اللي عملت الملف الزبونه هي معلمه عن مهمه، فالدكتور ما سالت ايه، قالت انا هجيب كيس هيركز لك على المين ثينج، مثلا في ميل دي، في ميل جايه لك اوبيز، جايه لك دايبيتك، ده يبقى لك عندها هايبرتنشن، عندها مونفيس، عندها بافلو هامب، كل ده اول ما تشوف الكلام ده كله على طول تكتب ايه او تعمل كوشنج سندوم. ده كده بالنسبه لي كوشنج سندوم، وده اللي يهمني فيه انا قلت لك عليه ان هو والله اسباب، واما حاجه برايمري سكندري او حاجه ايتوجينيك، واشهر حاجه هو الايتوجينيك ان تاخد كورتيزون من بره. كان كير فيتشرز اكتر حاجه ان احنا قلنا العينه دي بتيجي منين، بتيجي بدايبيتس، بتيجي بتكون اوبيز، عندها مون فيس، عندها بافلو هامب، بتكون عندها هايبرتنشن، ضغطها عالي. تمام. جميل جدا. نيجي بقى اللي بعد كده للكون سندوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا قلنا الكون سندوم ده هايبر الستينيزم، يعني ايه، يعني حصلت مشكله في الدونه جلوميولوزا خليتها تطلع ايه، خليها تطلع الستيون كتير جدا. تمام. فالكوزز بتاعته تبقى ايه برضه، اما حاجات برايمري او سكندري اهو، وغالبا ايه، غالبا كل الكون سندوم بيكون برايمري. هو قال لك ايه، قال لك ديفيشن اكسس الستيون سكيشن بسبب ايه، حاجات برايمري، اما برضه ايه زي ما احنا قلنا، اما حاجه هايبربليزيا، حاجه اديوما، حاجه كاسيوم اهو،
قالك سكيتنج ادينوما، في عنده ادينوما بدأت تطلع ايه ادوسيون كتير، عنده هايبرجليزيا مش مشكله، عنده ايه فاميليا الهايبر ادوسيونيزم يعني حاجه جينيتك وكده يعني مش مهم. تمام. طب الايفكت الايفكت بتاعته، احنا عارفين ان الادوسيون ده ايه صوديوم ووتر تنشن. طيب لما يزيد عن الحد هيعمل ايه؟ ما هو نفس اللي فوق، ما احنا ما قلناش حاجه جديده. لما يزيد الادوسيون عن الحد هيعمل ايه؟ بقى هيحبس الصوديوم اكتر في جسمك، فيعمل لك هايبر ناتيميا وهايبر تنشن ماشي، ويعمل مو اكسكيشن للبوتاسيوم، فيدخل عينيه في ايه، في هايبوكاليميا، وكل اعراض الهايبوكاليميا بقى. تمام. فهو لك ايه، قال لك صوديوم تنشن ان زي انت تستعين تبيل، بيؤدي ليه؟ بيؤدي لهايبر تنشن، يعني بيكون ده بيكون عنده هايبر تنشن، بيكون عنده هايبوكاليميا. تمام. هو بتبقى ان ذا فورم اوف ايه، كل بقى اعراض الهايبوكاليميا، ماسل ويكنس، فاتيك، كارديك ارجاليتي، ارجاليتي اللي هي العزمه وكده، باسيزيا تنين، وده بسميه ايه برايمري هايبر ادوسينيزم. يعني المشكله عندي فين؟ المشكله عندي في الادينال كورتكس نفسها. تمام. فانا كونز سندوم عامه ما فيهوش اي كلام كتير يتقال، هو بس العيان ده عنده اكسس ادوسيون سيكيشن، عمل ايه صوديوم موتور تنشن، زود بقى، فبقى عنده ايه هايبر تنشن، بقى عنده هايبوكاليميا. ده كده بالنسبه لي كونز سندوم. كده احنا يعتبر خلصنا الهايبر فانكشن، اتكلمنا عن ايه، اتكلمنا عن الكوشنج، واتكلمنا عن الكونز. نيجي بقى للهايبر فانكشن. انا كنت قلت لك كده معلومه كده بس ما ركزتش عليها، قلت لك ايه، قلت لك ان اللي فوق في الهايبر فانكشن انا ركزت على كل زون لوحدها، الزون دي حصل فيها مشكله زودت افاظها، الزون اللي بعدها حصلت فيها مشكله زودت افاظها، فكل واحده دي لوحدها. امال بقى في الهايبر فانكشن؟ قال لك لا، الهايبر فانكشن الموضوع عندي مش كده، الموضوع عندي بيحصل ديستركشن للجلان، فانا اصلا ما بفهقش انا ايه، انا باخد الثلاثة زونز على بعضهم. تمام. كنا بنقول حصلت حاجه ايه، ضابط الثلاثة زون كده كلها على بعضها، فمبقاش يطلع هرمونات كلها بتاعت الايه الادينال كورتكس. تمام. فبناء على كده احنا قسمنا الموضوع ده ليه، اما حاجه تكون اكيوت او حاجه كونيك. حاجه اكيوت ديستركشن للجلاند مره واحده. تمام. وده قال لك ممكن يكون سبب حاجتين، ممكن يكون سبب اوتو ايميون ديزيز، سوري لا بس يعني مشكله حصلت ديستركشن جلد للجلاند مره واحده، او بسبب ايه حاجه ايتروجينيك، ودي ليس كومون يعني. ان ايه، ان شخص كان بياخد كورتيزون من بره، ان ايه هنفهم الاول، هنفهم اول في محاضره الفارما، ان شخص كان بياخد ماشي على الكورتيزون عنده ريفلاتو كونديشن ولا حاجه. تمام. وخد، والمفروض ان علاج الكورتيزون ده ما بيتوقفش مره واحده، المفروض ان هو يوقف ايه جادري، فهو حصل ان هو وقفه مره واحده، فقال لك ممكن يدخله في الايه، في الاديو، في الاكيوت ادينال انسفيشنسي. تعالى بس اقرا الكلام، انا المفروض كنت قرات الاول يعني كل جزء ده. تمام. الاتيولوجي قال لك والله ده كورتيكال انسفيشنسي مي بي دي تو ايه، حاجه اكيوت او كونيك ايه دايمنشن للكورتيكال هرمون، ان ايه ان حصل مشكله في الجلاند ديستركشن ولا حاجه بقت تطلع ايه كورتيكال هرمون. طيب قسمنا الاكيوت وقسمنا الكرونيك. عندي الاكيوت ايه، قال لك اما حصل ديستركشن دي الادينال جلاند زي مثلا في حاله السي في باكتيميا كوموني مش مهم. تمام. او حاجه ايتوجينيك ايه سكندري تو ادمنستريشن اوف لارج دوز اوف اي سي تي اتش، مش على الكورتيزون فتره طويله او اي سي تي اتش يعني، وقف مع واحده، نتيجه التوقيف مع واحده ده عمل له ايه، عمل له اتروفي في الادينال كورتكس. تمام. والكرونيك انسفيشنسي ده هو ده اللي احنا بقى ايه بنسميه اديسون ديزيز، هو ده اللي احنا هنركز عليه بالتفصيل قوي. ايه بقى احوال الاديسون ديزيز ده؟ والله الاديسون ديزيز ده في سيليدا كونيك ادينال انسفيشنسي، حصلت عندي مشكله، المشكله دي بقى ايه بقى؟ المشكله دي غالبا اوتو اميون، اوتو اميون يعني 90% من الكيسز اصلا هي اوتو اميون، الجسم يعتبر الجلاند دي ايه حاجه غريبه، وابتدى ان هو يبعت لها انتي بودي تدمرها وتكسرها، فايه فالاوتو اميون ده ما بيفرقش، مش هيفرق زون عن زون، هيضرب الثلاثه زون مع بعضهم، فتلاقي ان ايه كل الهرمونات دي وقعت، كل هرمونات الايه الادينال كورتكس وقعت ونزلت. تمام. فهو قال لك هنا اهو، في معلومه كمان، امتى اقول ان العيان ده عنده اديسون ديزيز او عنده دخل خلاص في اديسون ديزيز؟ قال لك لما الاقي ان 90% من الجلان ما بقتش عارفه تقوم بوظيفتها، ما بقتش عارفه تطلع هرمونات، 90% انت متخيل يعني ايه، مش مثلا 20% 30%، لا اقول لك بقت 90% من الجلان ما بقتش تطلع هرمونات، فساعتها اقول لك العيان ده خلاص دخل في اديسون. فهنقرا بقى الكلمتين دول، قال لك والله كلينيكال مانيفستيشن اوف ادينوكورتيكال انسفشنسي دو نوت ابير انتل ايه، انتل 90% من الادينوكورتكس ايه هاز بين كومبرمايز، يعني تفقد وظيفتها وكده. تمام. اللي معلم عليه بالاصفر والمعلم عليه ده مهم جدا تاكيد الدكتور. تمام. وقلنا غالبا بيجي بسبب ايه، اوتو اميون، اوتو اميون ديزيز دي بتمثل 80-90% من الكيسز بتاعت البايما ادينا انسفشنسي. تمام. وده زي اي ديزيز برضه، قال لك الكوزز بتاعته ايه بقى، الكوز بتاعته اما حاجه برايمري او حاجه سكندري، حاجه برايمري حصلت من الادينال جلاند نفسها او حاجه سكندري من فوق. اللي برايمري حصل الادينال جلاند نفسها ايه، اوتو ميون، ده الموست كومن، الموست كومن ايه اوتو ميون. قال لك والله في بعض الحاجات مثلا ايه زي ممكن يبقى فيه انفكشن تي بي، مش مهم كل ده مش مهم قوي، اما الدوزز هيموكوماتوزز مش مهم قوي،
سيرجيكال ريموفال، الجراح هو بيشيل الادنى، بيشيل العينه الطايه مثلا، هو يشيل الادنى الجيلان معنينا. ميتاستاتيك كارسينوما، تيوما جاي لها من حته تانية. تمام، كل دي برايمري ايه، برايمري كوزز. امال بقى الايه سكندري كوزز؟ سكندري كوزز احنا سائلين يعني ايه، مش مشكله من الجلانس، لا مشكله من فوق بقى، مشكله بقى من هايبوثالاموس او بيتوتري او حاجه اكسوجينوس اصلا. فقال لك ايه، قال لك اهو بيتوتري او هايبوثالاموس ديزيز مشكله فيهم، سبريشن باي اكسوجينوس استرويد. نشرحها نقولها يعني، هي مش مهمه قوي يعني، مش هتفرق معاك حاجه، بس ايه مثلا يعني ده بيقول لك هنا ان عيان خد كميه من الكوتيزون مره واحده. تمام، ده قال لك انا اخف اسرع وبتاع، فايه فراح واخد كوتيزون مره واحده. طب ما هيعمل ايه الكوتيزون ده؟ هيعمل صدن سبريشن للاي سي تي اتش، فيحصل ايه صدن سبريشن للايه للاستويدز انها تطلع. تمام، مش مهم. اخر حاجه معايا ايه، حصل فيليا في الهومونسيس نتيجه واحد خد ايه سايتوكسيك دكس. تمام، يهمني جدا. يبقى انا كل اللي يهمني في المعلومتين دول ايه، اللي يهمني ان انا عندي حصل عندي ادسون ديز، ده حصل بسبب ايه، بسبب اوتو انيون، اعتبرنا الجيلان دي غايبه عن الجسم، ابتدينا ان احنا نضربها ونكسرها. تمام، فبقيت بقى 90% من الجيلان مش قادره انها تطلع هرمونات، يعني تقريبا ما بتطلعش هرمونات خالص. طيب فانا بقول لك عندي دلوقتي جيلان ما بتطلعش هرمونات، هم مين كانوا الهرمونات دول اصلا؟ مفيش خلاص ادسون، لا مفيش خلاص ادسون، مفيش خلاص كورتيزون، وده اللي هيبان قوي قوي مع العيان. مفيش خلاص ايه سكس هرمونز، وكل ده هو ده اللي هيعمل لك ايه كلينيكال فيتشر، هو ده اللي هيبقى العيان بيجي يشتكي منه. ايه بقى؟ بقول لك خلاص ما بقاش في الدسي، ما بقتش اعمل صوديوم ووتر ريتينشن، فالصوديوم اللي انا كنت بحبسه ده هخرجه، فالعيان ايه بقى عنده هايبوناتريميا وبقى عنده هايبوتنشن، والبوتاسيوم بقيت احبسه فبقى عنده ايه هايبركاليميا، وقول بقى كل اعراض الهايبركاليميا. تمام، ده كده بالنسبه ايه لنقص الالدوستيرون. بالنسبه لنقص الكورتيزون، والله الكورتيزون ده ايه كان هو اللي بيعمل لك الجلوكوز، هو ده اللي كان بيعمل هايبرجلاسيميا. فدلوقتي ايه مفيش كورتيزون، يبقى العيان ده هيدخل في ايه، هيبقى عنده هايبوجلاسيميا. تمام، وكذلك ايه كذلك السكس هرمونز مش مهم قوي، بس ايه والكورتيزون ده كان ايه ممكن برضه العيان يشتكي من ايه شويه نوزيا وفوميتنج كده. نقرا الاول المعلومتين دول، سيبوا دي هنشرحها وبعد كده نقول دي الاول. ماشي، حصل ايه، حصل نقص هنا في الالدوستيرون، فايه اللي حصل؟ ما بقاش يحصل صوت الموتور يتنش، فالعيان عنده ايه هايبوناتيميا، بقى عنده اكس هايبركاليميا، البوتاسيوم بيتحبس في دمه نتيجه ايه ديكريز المينالوكورتيكويد اكتيفيتي، اهو بيبقى عنده ايه هايبوتنشن وهايبوكاليميك اسيدوزس، غالبا الهايبوكاليميا مصحوب ايه باسيدوزس، وكل ما بقى ايه الهايبوكاليميا مصل ويكنس اي سي جي ابنورماليتي كده. تمام، ونقص الكورتيزون بقى يعمل له ايه؟ والله نقص الكورتيزون زي ما احنا قلنا هيعمل له هايبوجلاسيميا، نتيجه ان ايه نتيجه ان الكورتيزون ده كان اساسا انتي انسولين، فهو خلاص ما بقاش في حاجه تعكس الانسولين في الجسم، فبقى العيان ده ايه عنده هايبوجلاسيميا. تمام، هو بيكوز ذا انسولين اكشن اوف ان از ان اوبوز، ما بيتوقفش. تمام، العيان بسبب نقص الكورتيزون ده برضه هيشتكي من شويه انوكزيا، نوزيا، فوميتنج، دايريا، كل ده بسبب ايه؟ بسبب الكورتيزون برضه نقصها. تمام، ايه بقى النقطتين دول بقى؟ نقول اول النقطه دي وبعد كده نقول النقطه رقم واحد. بيقول لك بو رياكشن تو ستريس، ايه بقى؟ ما احنا عارفين الكورتيزون ده اصلا برضه من الفسيولوجي ان هو انتي ستريس هرمون، يعني بيطلع في وقت ايه؟ في وقت فيه شوك، فيه توما، فيه ستريس، اي بقى اي يعني اي نوع من الستريس. فدلوقتي لو عيان جات له توما مثلا الطعن او حاجه، انا ما عنديش كورتيزون اطلعه، انا مش عارف انقذ الموقف، فبالتالي بيسموه ايه، فبالتالي العيان ده بيكون ايه، بيكون خلاص عرضه ان هو يموت، لايف ثريتنج كونديشن، فبيسموه ايه، بيسموه اديسون كايس. ده كده يعني شرح الحته دي مش مهم قوي. ليه بقى الكاستيستك بقى، يعني العيان اصلا بيجي يشتكي بيها، او هي اكتر حاجه كلينيكالي ظاهر عليه البيجمنتيشن. ايه هو بقى البيجمنتيشن ده؟ انا والله والله ايه، والله دلوقتي بتقولي ان كل الهرمونات دي قلت، صح. طب هل الجسم هيفضل ساكت، هيفضل واقف كده بيتفرج كده على الكورتيزون وهو قليل ومش عارف يتصرف؟ قال لك لا طبعا، فزي اي حاجه في الجسم بيبقى فيها كومبنساتوري ميكانيزم، فبتحاول الايه، فبتحاول الانتيو بتوتري انها تطلع اس تي اتش كتير، هي لقيت الايه، لقيت الكورتيزون قليل، فبعت ايه، فبعت اشاره دي الانتيو بتوتري بقت تحاول تطلع اس تي اتش كتير، تقول لها بالله عليك اشتغل يا ادنى، اشتغل يا جلان، اشتغل ما بتشتغلش. تمام، فكومبنساتوري انها ايه زودت افاز اس تي اتش. ومعلومه برضه مواخدينها من الفيسيولوجي ان الاي سي تي اتش ده كان ليه ايه، كان ليه ميلان وسايت ستيميتنج لايك هرمون، يعني يشتغل شبه الايه، شبه بيشتغل ان هو بيزود الميلانين. تمام، فانت دلوقتي بتقول لي انا حصل اوفر سكريشن للاي سي تي اتش عشان ايه يحاول يعوض وكده. تمام، فايه اللي هيحصل؟ قال لك والله الاوفر سكريشن ده هيروح على الميلانو سايت خلاها تكون ميلانين جامد، فاول حاجه الشخص ده بيجي يشتكي بيها حصل ايه، بيجمنتيشن، الجسم كله مق، هي دي اصلا بتبقى حاجه كاستيستك قوي مميزه ليه. تمام، يا رب تكون واضحه. او فقال لك ايه، فقال لك
حصل بيجمنتيشن اوف ذا اكسبوز اريا من السكن والميوكس من بين، او ديو تو ايه بقى حصل كومبنساتوري انكريز في البيتوتري اس تي اتش، البيتوتري بتحاول انها تنقص تعمل اي حاجه فبتزود افاظه اس تي اتش. تمام. والاس تي اتش ده ليه؟ ميلانو سايت ستيميليتنج بروبرتي، فبيحاول ان هو يزود الميلانو سايت ستيميليشن، بيزود الميلانو سايت سكيشن للميلانين، يعمل ايه؟ يعمل بيجمنتيشن. ده تمام. في هنا بيقول لك سطر كده اكسبت ان كيس السكندري تو بيتوتري ديزيز، هي مش مهمه بس احنا هنقولها يعني عشان لو حد عايز يفهم. احنا بنتكلم ده في حاله بايما، يعني ايه مشكله في الادينا جلاند بقت تطلع ايه كورتيزون، فايه فبعتت للانتيو بيتوتري. طب لو مشكله في الانتيو بيتوتري ذات نفسها مش هتطلع اس تي اتش، بسيطه خالص، مش هيبقى فمش هيبقى في ايه عندي مشكله بالمنديشن دي. لو مشكله ايه؟ لو مشكله سكندري. ده كده بالنسبه لي كلينيكال فيتشرز. وهنا ايه اهو لخصهم لك انا في 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 حاجه يعني اهو ابسط بكتير. قال لك والله نقص الالدوستيرون، بص يعني حاجه بسيطه خالص، نقص الالدوستيرون هيعمل لك هايبرتنشن ودايهيديشن، نقص الكورتيزون هيدخلك في هايبوجلاسيميا، نقص الاندروجين ايه هيعمل لك ماسل ويكنس وفاتيك وكده اهو، والعيان بتبقى كاستيك كيوتينوس ايه هايبر بيجمنتيشن. ده يبقى ده كده بالنسبه لي الادشن ديزيز. اللي يهمني في الادشن ديزيز، اللي يهمني اعرفه ان والله الادشن ديزيز ده هو اساسا بيجي 90% من الكيز تبقى اوتو اميون، حصل طبعا جلاند جسم جاي يدينا ان احنا نهاجمها، فبقيت فحصل ديستكشن للجلاند بقيت تطلع ايه بقيت تطلع هرمونات بتاعتها. تمام. قلنا ايه؟ قلنا بيحصل 90% من الادرينال جلاند بيحصل لها كومبرمايز، يعني ايه؟ يعني بتتضمر وكده او بتفقد وظيفتها. تمام. قلنا ان هو بيحصل بايمي بسبب الاوتو اميون والكلام ده، ماشي. بس كان مش مهم. كلينيكال فيتشرز كانت اهم حاجه كاستيستيك، او لو ما يجيلك الكيس على طول تختار الاديسون، هي مين؟ هي جزء البيجمنتيشن دي. جميل جدا. بس والباقي ايه؟ الباقي بسيط وسهل ان شاء الله. ده كده احنا كده ايه يعتبر خلصنا جزء الجزء الايه نص المحاضره تقريبا. تمام. الجزء ده اغلبه في الفسيولوجي، الدكتور قالت يعني مش هركز عليه قوي في الاسئله لان هو هيتشرح اصلا في الفسيولوجي، بس مش معنى كده ان هو مش هيجي فيه، بس احنا اكدنا ايه اكدنا على موضوع الاسئله. نقول بقى جزء الايه الباثولوجي هو ده بقى اللي هيجي فيه الاسئله كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ومين معايا؟ التيومرز بقى، الادينال تيومر بقى. مهم جدا 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 كلاسيفيكيشن اوف ادينال تيومر. التيومرز اللي بتيجي في الادينال جلاند دي ايه بقى؟ قال لك والله احنا اي تيومر في الدنيا بنقسمها لايه؟ بنقسمها ليه؟ برايمري تيومر وسكندري تيومر. تمام. فهنقسمها على حسب هي تيومر دي طالعه من الكورتكس ولا طالعه من المظله. قال لك والله لو طالعه من الكورتكس حاجه بنسميها الايه؟ الادينو كورتيكال ادينوم. تمام. ده كده بنايم. طب لو طالعه من المظله هتبقى سوري، لو طالعه من ده كده بنايم. طب لو طالعه مالجنت هنسميها ايه؟ ادينال كورتيكال كارسينوم. يبقى انا عندي اللي طالعه من الكورتكس حاجتين، اما ادينوما او اما كارسينوم. تمام، ما فيهاش مشكله. طب والمظله؟ فاكر لما قلنا في الهيستولوجي بتاع المظله ان فيها خليتين كومافين سيل وجانجليون سيل؟ لو تيومر طالع فيه الكومافين سيل دي هسميه ايه ساعتها؟ هسميه فيو كوموسايتوما. تمام. طب لو طالع من جانجليون سيل؟ قالت ليه ثلاث اشكال، ممكن يكون بناين واسميه جانجليون نيوما، ممكن يكون هايلي مالجنت واسميه نيوبلاستوما، ممكن يكون ايه ما بين البنين، يعني انا مش عارف احدده، اسمه جانجليون نيوبلاستوما. تمام. يبقى انا كده لما جيت سؤال ايه اهو دي مهمه جدا بقى اهو، نيجي سؤال ايه سي مهمه جدا، يقول لك كلاسيفايد ادينال تيومر. هتكتب اول حاجه ايه اهو؟ تكتب برايمري وسكندري تيومر. مهم جدا تكتب سكندري، مهمه جدا. هقول ليه انت تقول مهمه جدا تكتب ايه سكندري؟ الدكتور قالت مش هيكتبها هين اصلا، الله ما بلغت. تمام. البرايمري بقى ايه؟ البرايمري حاجتين، اما طالع من الكورتكس او اما طالع من المظله. والله اللي طالع من الكورتكس زي ما يكون ايه ادينوما او كارسينوما، واللي طالع من المظله ايه ده؟ اما يكون في كوموسايتوما او يبقى طالع من جانجليون سيل، اسميه جانجليون نيوما ده بيناي، نيو بلاسوما هايلي مالجنت، جانجليون بلاسوما ايه ما بين البنين. تمام. امال ايه سكند ليه سكند تيوما بقى مهمه قوي تكتبها؟ والله لان سكند تيوما ده هو ده الموست كومن اصلا، يعني ايه سكند البرايمري ده كله طالع بايه؟ طالع من الجلانس نفسها. امال السكند ده ايه؟ ده ميتاستاسيس. ميتاستاسيس صح، جالها من حته ثانيه، يعني تيوما موجود في حته ثانيه في الجسم وتنوي بعد ايه ميتاستاسيس لادينا جلان. تمام. فبنسميه سكند تيوما ده ايه؟ ده هو اشهر حاجه. تمام. تيجي لو نسمي كده اول تيوما معانا اللي هو مين؟ اللي هو في الكورتكس اللي هو مين؟ ادينوما بناين تيوما. تمام. قال لك اول حاجه بناين تيوما ده والله ده بيجي فيه بناين تيوما ده بيجي في ايه؟ في التشينج، بيجي غالبا في ايه؟ في التشندن واليانج ادلت، يعني في الناس الصغيره. تمام. وقال لك ايه بقى معلومه مهمه جدا جدا ام سي كيو، ها نسيت اتعلم عليها. قال لك ذا موست كومن برايمري تيوما، ايه سامع؟ برايمري تيوما، عشان لما يجي يسالك في الام سي كيو يقول لك ذا موست كومن تيوما هتقول ايه؟ هتقول الديستنت او الميتاستاسيس صح؟ انما لما يقول لك ذا موست كومن برايمري تيوما اللي طالع من الجلانز نفسها هتقول ايه؟ الادينوما، الادينوما كورتيكال ادينوما. تمام. بيقول لك هنا ايه معلومه مش مهمه قوي، قال لك والله انا صعب ان انا افهم ما بين ايه، ما بين اذا كانت ادينوما تيوما ولا اذا كانت مجرد هايبربليزيا اهو.
distinction between hyperplastic nodule and adenoma of adrenal gland is difficult, صعب شوية. clinically العيان ده بيجي بإيه؟ والله أي تيومر احنا نسينا نقولها فوق، بس أي تيومر من دول إما يكون إيه حاجة من الاتنين، إما يكون functioning تيومر بيطلع هرمونات، إما يكون non functioning just nodule just mass في الجسم. تمام تمام. هو قالك clinically إيه بتيجي could be non functioning أو إيه أو functioning بيطلع الهرمونات بتاعتها اللي هما مين بقى؟ اللي هما الأندستون الأندستيون الكوتيزون السكس هرمون. تمام تمام. جوست بيكتشر بقى، تعال نقول جوست بيكتشر، شكل التيومر ده جوستي عامل ازاي؟ اللام عليه ده كله مهم بقى. التاني مهم جدا نعرف ايه ان بالجوستي بيكون ايه، بيكون وزنها قليل جدا، بيكون اقل من 50 جرام. تمام تمام. ما عدا مين؟ ما عدا في البيدياتريك بيشن اللي هم الاطفال. هو هي الدكتوره قالت ليه؟ الدكتوره قالت الاكسبشن ده لانه غالبا التيومر ده زي ما احنا قلنا فوق بيجي في يانج ادلت ادوليسنت. طيب لو جه في تشايلد، قالك والله لو جه في تشايلد هيكون وزنها كبير جدا، ممكن توصل ل 500 جرام. تمام. فدي اكسبشن، يعني هي الطبيعي بتاعها ايه؟ انها تكون اقل من 50 جرام. طيب وحجمها؟ قالك والله حجمها بيكون سمول، بيكون اقل من 5 سنتي. يبقى انا كده مهم تعرف ان هي وزنها اقل من 50 جرام، ما عدا في البيدياتريك بيشن مهم تعرف ان هي حجمها بيكون ايه؟ صغير سمول اقل من 5 سنتي. تمام تمام. ولا كنا شويه معلومات بقى ايه؟ يونيلاترال سيلتري جولدن يلو، ويعرف ان اي تيومر بيطلع هرمونات بيكون واخد شكل ايه؟ جولدن يلو. جميل جميل جدا. ايه بقى، تعالى بقى نشوف تحت الميكروسكوب. لما اجي اخد بقى بايوبسي واشوف التيومر ده تحت الميكروسكوب، والله احنا قلنا في الهيستولوجي قبل كده ده تيومر طالع في الكورتكس، صح؟ صح. ايه كانت اكبر، ايه اكبر زون في الكورتكس؟ كنا قلنا زون فاسكولات. فبالتالي لما يطلع تيومر في الكورتكس هيبقى واخد شكل مين اكتر، او هيبقى طالع في مين اكتر؟ في الفاسكولات، صح. فقال لك تحت الميكروسكوب والله التيومر ده شبه مين بالظبط؟ شبه الزون فاسكولات. تبقى كلها من اسئله كده، تبقى مليانه ليبت. تمام. فيها الليبت زي ما احنا عارفين في الهيستولوجي، الليبت ده لما اجي اعمله تحت الميكروسكوب، لما انا باجي اصبغه كده الليبت ده بيدوب، فبيديك ايه؟ فبيديك اللي هو شكل الكلير، كلير سيل او بنسميه الفومي سيتوبلازم. تمام تمام. هو ده بس اللي اتقال فيها. فلك هنا الميكروسكوب دي، تعالى نقرا بقى الكلام. ادي ناكوتيكال ديومات كام من الليبت ريتش سيل وذ اباندنت سيتوبلازميك ليبت. تمام. شبه مين؟ شبه الزونه فاسكيلاته اهو، وفيها الليبت. تمام. قال لك في شويه ايه؟ كل شويه منها شبه الزونه ايتكلاس، مش مهم. تمام. والادينوما سيل خلايا التيومر دي شكلها عامل ازاي؟ قالك والله دي خلايا تكون لارجر، تكون كبيره، ديستينكت سيل بوردرز. تمام. وبتكون عندها ايه؟ كلير سيل او فومي سيتوبلازم. نتيجه ايه؟ نتيجه الليبت. وتكون جايه منين؟ ريمينيسنت اوف زونا فاسكيلاتا. جايه من ايه؟ جايه من زونا فاسكيلاتا دي. تمام. امال ايه البالون سيل دي؟ قالك والله لما ايه؟ لما خليه تجمع بعضها كده، كذا خليه كده يتجمع على بعض يكون لك خليه اكبر، بنسميه بالون سيل. مش مهم. نبص على الميكروب يعني، ولا مش اهو يعني ما فيش حاجه تتقال تقريبا. واحده من احنا قلنا ايه؟ خلايا زي ما انت شايف كده ايه؟ وضع كلير شويه. لو انت واخد بالك ان ايه؟ ان الكلاس باين قوي، فهي خلايا ايه؟ كلير. قالك ممكن خلايا ايه تتجمع على بعض هي وتعمل لك ايه؟ بالون سيل. يعني مفيش حاجه مميزه قوي. المهم انا بقى يهمني اعرف ايه بقى في الادينو كوتيكال الادينوما دي، اللي يهمني اعرفه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول حاجه ايه؟ ذا موست كومن بايماي، دي اشهر حاجه في البايماي كلهم. تمام تمام. جوزلي حجمها صغير اقل من 5 سم، ووزنها قليل اقل من 50 جرام، ما عدا في البيداتك بيشن الاطفال ما توصل لحد 500 جرام. تمام. ومايكروسكوبيكالي شبه مين؟ شبه الزونة فاسكيلاتا، تبقى الخلايا بتاعتها فيها، تبقى الخلايا بتاعتها تكون شكلها كلي او فومي ايه سيتوبلازم كده. ايه كده كده ده المهم او ده الخلاصه في الادينال كورتيكال ادينوم. طيب نيجي بقى ليه على الكارسينوما المالجنانت تيومر اللي بيجي في الكورتكس. بسم الله. قالك والله التيومر ده برضه بيجي في الشيلدرن واليانج ادلت، مش مشكله. كلينيكالي بقى بيجي ازاي؟ الادينا كوتيكا كارسينوما الكلينيكالي بقى العيان بيجي يشتكي من ايه؟ قالك والله لقينا ان هي 50% من الكيسز بتبقى اسيمبتوميك، يعني اسيمبتوميك يعني نون فانكشن، ما بتطلعش هرمونات اصلا. امال العيان بيجي يشتكي من ايه؟ والله العيان بيجي يشتكي يا دكتور انا جنبي وجعني، او يعني ده اللي احنا بنسميه بقى، بنسميه ميكانيكال كومبريشن. التيومر ده ايه؟ بيقول لك بس نيديول، بس عامله ايه؟ ضغط على الكليه او حاجه. تمام تمام. ده 50% من ايه؟ من حالات. طب وال 50% الثاني؟ لا، 50% الثاني ده بتكون فانكشن بقى، فيها سيمبتومز. فتلاقيه بتطلع هرمونات اللي هم مين بقى الهرمونات بقى؟ بتطلع كورتيزون كتير جدا، بتطلع ادوستين كتير جدا، بتطلع سكس هرمون كتير جدا. وقال لك اشهر واحده فيها اللي هي بتطلع كورتيزون كتير جدا. تمام. ده كده بالنسبه للكلينيكال نقاها. قالك ايه؟ قالك 50% من الكيسز بيكون ايه؟ بريزنت والسيبتومز اهي ريليتد تو ميكانيكال افكت، كنت تكون بس ضغطه بس على العين على الكدني عامله له بين في جنبه او حاجه. والاصغر 50% من الكيسز دي بتكون ايه؟ بتكون سيبتوميك اهو، استرويد هرمون اكسس، ادوستين، كورتيزون، سكس هرمون. تمام. بقى الكورتيزون دي اشهر، يعني كل كلام ايه بسيط خالص مفيش حاجه. طيب ابيدمولوجي بقى، ده يهمني قوي. التيومر ده بيجي فين بقى؟ قالك باي مودال ايج. يعني ايه باي مودال ايج؟
يعني بيجي في الصغيرين وبيجي في الكبار، تلاقي بيجي في اللي هم تشايلد هود اهو، وممكن كمان يجي في الكبار خالص، هما ايه الفورس والفيرست دي جيت اوف لايف، ممكن ناس كبار قوي. تمام، جميل جدا. امال الادينوما كان بيجي فين؟ ها، الادينوما كان بيجي في اليانج والتشيلدرن والايه واليانج ادلت. تمام، انا عارف ان هو كاتب هنا فوق التشيلدرن يانج ادلت، بس ممكن تقريبا ايه غلطه او حاجه يعني، مش بس انا يهمني ايه، يهمني الباي مودال ايج مهمه جدا. تمام، جزء بقى مهم برضه، مهم هنا جزء تعرف ايه انه لارج، لارج سواء في حجمه او لارج سواء في وزنه. الادينوما كانت حجمها صغير، كان اقل من 5 سم، هنا تلاقي حجمها كبير، حجمها اكتر من 20 سم. انت متخيل؟ ما كانت سينوما طبيعي مالجنت. تمام، هناك كان وزنها اقل من ايه، اقل من 50 جرام صح، هنا وزنها ايه، وزنها اكبر من 200 جرام. فانا يهمني قوي ان انا اعرف ايه انها لارج سواء ايه 200 جرام هي 20 سم. طبعا ان انكابسوليتد، مش مهم ان انا ايه طبعا مالجنت، مش فيجيتد كات سيرفيس، يعني ايه يعني السيرفيس بتاعها كده بيكون مختلف، زي ما انت شايف هنا كده، هنا كده اهو فيجيتد سيرفيس، تلاقي فيه ايه اهو، فيه هيمج كتير، فيه نيكوزز اهو، الجلاند سوفت، الجلاند مع ده شكلها غريب قوي، ده كل كده ده تيومر كده، انت متخيل؟ او ده كله تيومر طالع فيه الادرينال جلاند. اوكي اهو نقرا بقى، فاجيت في كات سيرفيس نتيجه ايه، في هيمرج، في سيست، في نيكوزز، بتكون ايه سوفت فايربول، بيبقى غالبا ايه لانها مالجنان طبعا، فممكن الاقي عامله انفيجن للايه للي حواليها اللي هي الفينز. اوكي تمام. بالنسبه بقى للميكروسكوبيكالي، الميكروسكوبيك انا عايز اقول لك معلومه، ايه المعلومه؟ الدكتور قالت لنا ان الـ ان الـ ان التيوم ان الادينوما والكارسينوما تحت الميكروسكوب صعب جدا جدا انك تفرق ما بينهم، يعني حتى الباثولوجيست ذات نفسهم بيتلخبطوا في الموضوع ده. فانا ده الميكروسكوب ما يهمنيش قوي، يعني ايه نقاؤه كده، هتلاقي بتتوارث ما بين كل خلايا ويل ديفرنشيتد شبه خلايا الجلاند الاصليه. تمام، نورمال، ليه كونها انابلاستيك سيل، يعني ايه خلايا وحشه جدا و بعيده قوي عن ايه عن النورمال سيل اهو، شان سيل وسبايس اهم بيوكوماتيك نيكلاي، مش مهم اهو ماشي، بيبقى انها مريض انها تلاقيها عامله ايه كبسوله و فاسكولار انفيشن اهو، ماركت ميتوتيك اكتيفيتي وذ اتيبيكال فورم، وضع اشكال غريبه جدا ماشي، مي هاف اي نيو ديفيز تيوما جان سيل ساركوماتويد فيتشرز، خلايا الماجنت اللي هي الكاريتيريا بتاعت الماجنت عامه او فينيكوز. تمام، طيب انا ده ايه، يبقى انا ده كده مين ده كده الادينال اللي هو الايه الادينو كورتيكال كارسينوما. والله ده والله ايه مين عارفه في التيومر ده، ده المالجنت تيومر اللي بيطلع في الادينال كورتكس. تمام، قلت ان 50% من الكيس بتكون ايه، بتكون سيمتوم، 50% نوت سيمتوم. تمام، اللي يهمني بقى ايه، اللي يهمني ان هي بتيجي في باي مودال ايج، يعني بتيجي ايه، بتيجي في الصغير، ممكن تيجي في الصغيرين، ممكن تيجي في الكبار. تمام، والجزلي يهمني قوي 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 ان اعرف ان هي لارج تيومر كبيره، سواء كانت في حجمها او سواء كان في وزنها، على عكس الادينوم. تمام، وتحت الميكروسكوب تبقى عارف ان انا ايه، ان انا ببقى عارفه فرق ما بين تحت الميكروسكوب ما بين ادينوما وكارسينوما، صعب جدا. تمام، فعشان كده ايه، فعشان كده الجزئيه دي مش مهمه، اللي هي هاو تو ديفرنشيت ما بين ادينوما والكارسينوما، الموضوع ده مش مهم، يعني الموضوع ده مش هيهمك بقى لو انت بقى ان شاء الله عايز تفتح معمل هيستوباثولوجي بقى وبتاع، انا ما كلام دلوقتي ما يهمنيش يعني ماشي. ده كده بالنسبه بقى للتيومرز بتاعت الادينال كورتكس اللي هم مين، اللي هم البيناين الادينوما والمالجنانت كارسينوما. نيجي بقى للتيومرز بتاعت الادينال مظله، احنا قلنا في الهيستولوجي ان المظله دي كانت بتتكون من ايه، كانت بتتكون من حاجتين مينلي، الكومافين سيل والجانجليون سيل. قلت لك ده هيفيدني ان انا اعرف ايه، هيفيدني ان انا اعرف التيومر اللي هيطلع من كل واحد صح. فقال لك لو لقينا فتيومر اللي لقيناه طالع من الكومافين سيل سميناه ايه، سميناه فيوكوموسايتوما، فيوكوموسايتوما، وده ممكن يكون بناين ممكن يكون مالجنان. تمام، جميل جدا، غالبا بناين يعني. وبعد كده لقينا تيومر اللي طالع من جانجليون سيل، لقينا ايه ليه ثلاث اسماء او ليه ثلاث حاجات عندي، اما يكون جانجليون نيوما، تمام ده بيكون بناين، او يكون نيو بلاستوما ده هايلي مالجنان، او ممكن يكون ايه جانجليون نيو بلاستوما، يعني كده وكده. تمام، هو انا قسمهم لك اهو بتاعه المظله مين، قال لك كلاسيفيكيشن، حاسه ان هنا فوق اصلا قال لك ان عندي نيو بلاستوما ده هايلي مالجنان، جانجليون بلاستوما ده بين البنين، عندي جانجليون ده ايه ده بناين. تمام، وعندي ايه بعد كده الفيوكوموسايتوما طالع من الكومافين سيل. نيجي الاول تيومر معايا مين، هو النيو بلاستوما، هو هنا كاتبه اول واحد. والله النيو بلاستوما ده ايه، ده هايلي مالجنان تيومر، ده كده بسم الله، دي معلومه مهمه جدا، ده او ما اسالك ام سي كيو هقول لك النيو بلاستوما ده ايه، مين الهايلي مالجنان في دول، فالنيو بلاستوما هايلي مالجنان، مهم جدا 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 ان هو بيجي في الايه، بيجي في الاطفال اقل من 5 سنين. تمام، يبقى انا عارف ان هو هايلي مالجنان واطفال اقل من 5 سنين. تمام، ده لك ده فورس موست كومن، مش مهم قوي ده ماشي، ايز ان ادينا من الله سمس جانجليون، ده فورس موست كومن يعني شهي جدا.
تمام. جوز بكتشوا برضه مفيش حاجه مميزه قوي اول ما شايفه انا عايشين. جوز بكتشوا قالك ده بيكون فيابل سيكم سكرايب افويد تبع بقى كده عماس الماس دي عامله ريجوليشن وبالجينج او في ايه في الكيز لما يجي لك التيومر ده اقول لك ان الام جايبه الطفل بتشتكي من ابدومينال بروتروجن يعني ايه عنده بالجينج كده بطلع بره الابدومين هتبقى حاجه كاركترستك قوي يعني ايه ان يكون عنده ابدومينال بروتروجن اكتبها بس كده عشان ايه عشان لو جت في كيس ولا حاجه نلقطها على طول. المهم ده كده بالنسبه للجوز بكتش ما فيش حاجه مهمه. بالنسبه بقى للايه ليه مكسور بكتش ده اللي يهمني. والله لقينا ان في النيوبلاسوما دي الخليه بتكون مترتبه على هيئه ايه على هيئه نيستس. تعالى كده نكبر بقى ماشي بقى شويه. النيوبلاسوما دي خليه مترتبه على هيئه ايه نيستس اهو زي ما انت شايف كده نيست او نيديول اهو. النيست او نيديول دي فيها ايه فيها خلايا اهو نقطه ايه الخلايا دي كلها. الخلايا دي بيقول لك ايه بتبقى سمول بيزوفيليك زي ما انت شكل ايه شايف لونها ايه بيزوفيليك صح بتبقى ايه بتبقى سمول بيزوفيليك سيل سمول راوند بلو سيل او بسميها ايه بسميها نيوبلاستيك سيل تمام تكون مفصوله عن بعضها بايه مسكونه مفصوله عن بعضها بايه بهي فايبروفاسكولار استوم تمام تمام. وملاحظ ايه كمان ملاحظ كمان كده ان ايه يعني مش عارفه انا ملاحظتهاش خالص بس هو المفروض ان ايه الخليه دي يعني ايه شكلها عامله ايه شكلها عامله زي زيتس الورده تمام تمام فعشان كده سميناه ايه واخده شكل السودو اوزيتس سودو اوزيتس. طب يبقى احنا نقول تاني ايه اللي بيميز التيومر ده. والله اللي بيميز التيومر ده حاجتين ان هو مترتب في هيئه نيستس او نيجوز ماشي الخليه بتاعتها بتكون سمول راوند بلو سيل بنسميها نيو بلاستيك سيل ومفصوله عن بعضها بايه باللي هي فايبر فاسكولار استوما تمام تمام بتكون واخده ايه كمان شكل السودو اوزيتس نقرا اللي حصل ده اللي بتقطع كنا بنقول ايه كنا بنقرا او كنا هنقرا اللي هي النيوبلاسوما دي احنا قلنا ايه ان هي عباره عن نيستس او نيديول الخليه فيها بتكون ايه سمول راوند بلو سيل بلو سيل بنسميها هي نيوبلاستيك سيل ارينج نودولا اجريجيت سيبريتد باي باي ديليكيت فايبر فاسكولار ستوم كنا بنكتبش وده شكل ايه سودو اوزيتس بسميها اوزيتس دي قالك بنسميها هومرز ريتس سودو اوزيتس تمام. ودي شويه بقى كرايتيريا للماجنانسي قال لك ايه السيلز بتكون ميديوم سايز وذ هاي نيوكلي سيتوبلازميكيشن سكانتي سيتوبلازم هايبر كروماتيك نيوكلي كل كلام ايه كل كلام بتاع الماجنانسي تمام. ونتيجه ان عمليه الباطن كنت الاقي فيه شويه ايه هيموجينيكوزس كومن فايندنج ماشي والخلايا بتكون اندفرشيتد يعني مش شبه النورمال خالص وتتميز بايه بسولت اند بيبر كروماتين. يبقى انا ايه اللي يهمني في النيوبلاستوما اللي يهمني والله اول حاجه انها هايلي مالجنانت وبتيجي في الاطفال اقل من 5 سنين تمام. يهمني الجوز بكتش ما يهمنيش قوي يهمني في الميكروسكوبك ان انا في بتبقى واخده شكل ايه نيديوز او نست والخلايا بتاعتها بتكون ايه سمول راوند بلو تمام وتبقى ايه النست دي واخده شكل ايه روزيتس تمام تمام. وانا قلت حته الكيس اللي هي ممكن تيجي في الكيس الام غالبا بتيجي ايه بتيجي تشتكي للدكتور ان ابنها عنده ابدومينال بروتروجن التيومر ده بيعمل بانكلينج كده بقى بيكون كمان جاي بايه بميتاستاس. ده كده بالنسبه لايه ده كده بالنسبه لايه النيوبلاستوم. بالنسبه للجانجليو نيوما احنا كنا قلنا فوق واحنا بنقسم ان الجانجليو نيوما ده ايه كان بيناين تيومر تمام. وقلنا ان هو بيطلع منين طلع منين جانجليون سيل قالك مش بس طلع من جانجليون سيل ولا نقول الاول هو ان هو بيناين تيومر. الدكتور هنا ما اكدش على الايش قوي قالت بس هو هنا قال ان هو بيجي في اولدر ايج اللي هو غالبا في الفورس دي كده العقد الرابع وكده فمش مشكله. جوز بكتش ويل سيركم سكرايب لان هو ايه بناين جري وايت ودي بقى مهمه قوي دي الوحيده في الجمله اللي احنا هنقولها اللي هي جري وايت حاجه مميزه قوي قوي. ليه بقى جري وايت عشان بس تفتكرها جري وايت لان جانجليونيوما قالك جانجليو عشان طلع من جانجليوما من جانجليون سيل تمام. نيوما دي بقى يعني ايه نيوما عشان طلع من شوان سيل. ايه بقى شوان سيل دي انت شوان سيل دي خليه عصبيه انت عارف ان المضله دي فيها خليه عصبيه كتير وكده عشان الادرينالين والكلام ده صح. قالك الخليه العصبيه دي بتكون ايه فيها الياف عصبيه مغطيه بالياف عصبيه. طيب لما التيومر يطلع في الالياف العصبيه دي اللي هي لونها ايه جري شويه يبقى التيومر هيكون لونه ايه يبقى لونه جري شويه تمام تمام. يبقى بس عشان ايه نفتكرها بس ان شاء الله لما نشوفها الميكروسكوبيكالي. قالك بيتكون من نوعين من الخلايا احنا قايلينهم جانجليون سيل وشوان سيل وده شويه كلام ايه ملوش 60 لازمه. الجانجليون سيل لك دي بتاخد شكل ايه ماتيون على كده نورمال كومباكت ايزينوفليك سيتوبلازم اللي هي نيرف سيل عاديه قوي اهو ديستينكت سيل بوردرز سينجل اكسنتريك نيوكليوس تمام وبومينك نيوكليوس. ممكن تبقى ديسمورفيك شكلها غريب سينجل او مالتيبل ايه كاينوتيك نيوكلي مفيش مشكله. ممكن تبقى ايه ولا شوان سيل اللي دي بتبقى عينجت في ايه سمول انترسيكتنج فاسيكلز يعني ايه يعني حزم كده ايه مفصول عن بعضها كده زي ما انت شايف كده دي حزمه مفصول عن بعضها حزمه مفصول عن بعضها هكذا. ما يهمناش قوي مال يهمني ايه بقى في الايه اللي يهمني فيه ان كان جلينيوما اول حاجه ان هو بيناين الجزلي بيبقى لونه جريش وايت مايكروسكوبيكالي بيكون من عين خلايا جانجليون سيل وشوان سيل
ده كده الحمد لله. ايه ده كده الجانجليون يوما ونيوبلاستوما. نيجي بقى لايه الفيوكوموسايتوما. احنا بقى قلنا هو احنا بنقسم الفيوكوموسايتوما دي طالعه منين، قلنا انها طالعه من الكومافين سيل صح. اه بيقول لك انها تيجي منين، بتيجي فين اصلا، بتيجي في اليانج الفورس والفيرس ديكيد تمام. قال لك ان التيومر ده غالبا غالبا بيناين، 90% من الكيس بيناين و10% بس بيكون ايه، بيكون مالجن تمام تمام بس هنا عايزك تعرف معلومه. ايه هي المعلومه دي بقى؟ معلومه هنا ان التيومر ده برغم ان هو بيناين تيومر، يعني لما اجي ابص تحت الميكروسكوب بقول ان هو بيناين عادي، الا انا لقيت فيه مالجنت كرايتيريا كتير جدا. زي ايه؟ ممكن الاقي فيه مثلا ايه، ممكن الاقي فيه نيوكليار بينوميفيزم، ممكن الاقي فيه ابنورمال ماجنتيك فيجرز، ممكن الاقي فيه كابسولا وفاسكولا انفيشن. طب ما كل دي حاجات المالجنسي. طب ما انت كده هتقسمي ازاي وتفرقي ازاي هو بيناين ولا مالجن؟ هقول لك اهو، انا على طول بقول على فيكم مستوم دي حاجه مميزه فيه ان هو بياخد شويه حاجات من المالجن، بس انا على طول بقول عليه بيناين. الا لو امتى بقى اقول مالجن؟ اقول مالجن في حاله واحده بس، ايه بقى؟ ان انا لقيت التيومر ده جوسلي، لقيته عامل ديستانت ميتاستاسيس، يعني ايه؟ لقيته عامل اسبيد لاورجنز ثانيه، سواء كانت ليفر لان بون الكلام ده تمام تمام. هو ده كله ايه، ده كده تلخيص الجزء ده، الجزء ده كده، الجزء ده بيقول لك ايه، بيقول لك والله التيومر ده على طول غالبا بيناين، بيبقى واخد بيناين هيستوريكال فيتشر تحت الميكروسكوب. بس ممكن تلاقي فيه بعض حاجات الايه المالجن، زي ايه؟ ممكن تلاقي فيه نيوكليار ديمورفيزم، تلاقي فيه جاينت سيل، تلاقي فيه ميتوتيك فيجرز اهو، مع ان هو مين، مع ان هو بيناين. بيقول لك لما تلاقي حاجه اسمها سيلولا مونوتوني تونييزس، انا بصراحه مش عارفه اقرا قوي او مش عارفه ايه دي، بس هو انا بحس ان هي يعني بيقول لك شكل من اشكال الخلايا. انت لما تلاقي الشكل ده تحت الميكروسكوب تلاقي ان ايه، تشخص التيومر ده ان هو ايه، ليه اجريسيف بيهيفير، ما تهمنيش قوي يعني تمام تمام وممكن كمان تلاقيه عامل كبسوله وفاسكولا انفيجن مع ان هو بيناين. طب بعد كده بقى ما هتقسم ازاي، هتقول ازاي ان هو بيناين ولا ماجنت؟ قال لك ما تقولش ماجنت بس الا يكون عامل ايه، بيزنس اوف ميتاستاتيك. يبقى لما تقول ان هو تعمل دايجنوستس للمالجنسي بتاع الفيوكوموسايتوما، لما يكون في ايه، بيزنس لميتاستاسيس لحتت بعيده، زي مين؟ زي ريجنال لينف نود، زي الليفر، زي اللان، وزي البون تمام. قال لك كمان التيومر ده بياخد قاعده او ليه حاجه كده مميزه ليه اسمها رول اوف 10. يعني ايه رول اوف 10؟ يعني هو بيجي، يعني هو 10% ان تشيلدرن، يعني هو غالبا بيجي ايه، غالبا بيجي في الكبار، 10% اكسترا مضله، يعني ان هو غالبا بيجي في المضله، 10% باي لاترال، يعني هو غالبا بيجي يوني لاترال تمام، 10% مالجنت، يعني هو غالبا بيجي بيناين. اكس كل اكس كل 10% ايه وذ ام اي ان، ام اي ان يعني ايه، ام اي ان يا الله، ام اي ان دي اختصار لحاجه اسمها ايه، مالتيبل اندوكراين نيوبلازم. يعني ايه؟ يعني تيومر بي اندوكراين جلاند بيطلع فيها تيومر، غالبا ما بيطلعش لوحده، ممكن يطلع في جلاند، في اندوكراين جلاند ثانيه تمام تمام. بيقول لك الموضوع ده بيبقى 10% يعني قليل قوي تمام تمام. بالنسبه للكينجر فيشرز، كينجر فيشرز دي هنعرفها من وظيفه من الخلايا دي اصلا. الخلايا دي ده تيومر طلع فين؟ في كومافين سيل، والكومافين سيل دي كانت بتطلع ايه؟ كانت بتطلع كاتيكولامين صح، ادينين ونادينين. لما يحصل اكسس ريليز للكاتيكولامين ادينين ونادينين، قال لك بيبقى ثنائيات كده، يعني ثلاثي مميز قوي قوي. ايه هو؟ بتلاقي عنده بيبقى عنده سويتنج اتاكس، اكسسيف سويتنج، بيبقى عنده تاكيكارديا، ضربات قلبه عاليه، ممكن يبقى عنده هيريك. فتبقى ايه، بيبقى ثلاثي مميز لايه، للفيوكوموسايتوم تمام تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه كاتيكولامين سوري، هايبر سكريشن تمام تمام. ممكن تلاقيه عنده هايبر تنشن طبيعي، يعني هو عنده اوفر سمباتيك تمام تمام. تلاقي عنده تاكيكارديا، بالبيتيشن، هيريك، تيرمز ويت وكده، يعني معنى. واحنا قلنا فوق ان هو الايه، الايش بتاعه غالبا في ايه، في السن الكبير 50 60 سنه. ده كده خلصنا. اه لا لسه فاضل ايه، جوسلي ومايكروسكوبي صح. جوسلي بقى ومايكروسكوبي، يعني جوسلي مش مهم قوي، مش مهم خالص، انت ممكن تعمله سكيب اصلا، ما فيهوش اي حاجه مميزه عارفين، الا ان احنا قلنا ايه، قلنا ان هو بالرغم ان هو بيناين ممكن تلاقي فيه شويه حاجات مالجنه. يعني ايه؟ يعني قال لك في كات سيكشن ممكن تلاقي شويه هيموجينيكوزيس نيكوزيس، بس ما فيش حاجه ثانيه مميزه، كل الكلام ده ملوش لازمه. طيب بالنسبه بقى تحت الميكروسكوب اللي اه ده بقى اللي فيه حاجه مميزه، ايه هي؟ قال لك عندي حاجه اسمها زيل بالين ابيانس. ايه زيل بالين ابيانس ده؟ انا فوت اشرحها الاول بعد كده اقول زيل بالين ابيانس يعني ايه. الميكروسكوب بيتشر اللي فيه كوموسيتوم تكون واخده ايه؟ قال لك تبقى واخده شكل نيديوز او الفولا او نستد جوز باترن تمام تمام. انت عارف يعني شكل الخلايا الجوز باترن دي؟ تبقى واخده شكل ايه، الفاي او نست تمام تمام. والخلايا تبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى مفصوله عن بعضها، بتكون بليكونال، بتكون بيزوفيليك سيتوبلازم، بتبقى موصوله عن بعضها بايه، بريتش فاسكولار نتورك تمام. فلما اجي ابص عليها تحت الميكروسكوب قالوا انها ايه، زيل بالين ابيانس، يعني هو ده شكل الكوة تمام تمام. نقرا بقى الكلام مكتوب، قال لك دي ويل ديفايند نس اهي، بتبقى هو ده شكل زيل بالين ابيانس. دي مهم، دي اهم كلمه خلاص،
سبيت بقى ايه بريتش فاسكولار نتورك تمام. قالك السيل بيكون بوليجونال جانيولا بيزوفيليك سيتوبلازم مش مشكله عند النيكلوي ومن النيكلوي تبقى واخده ايه الفولا او نستد جوست باترن اهو بس مفيش هنا حاجه تاني. يبقى انا كده يهمني ايه في يكون سيتوما يهمني اعرف بسم الله كده يهمني اعرف انها غالبا بناين انا دايما بتيجي بمالجنت برغم انها بناين الا ان احنا لقينا فيها بعض الكرايتيريا كتير قوي مالجنسي عشان كده ما تقولش انها مالجنت الا ما تكون ايه فيها ديستانت ميتاستاز للليفر للانج للبون وكده. قلنا اللي هي اول اوف 10 قلنا كي فيتشرز اللي هو ايه ترايد اللي هو سويتنج اتاكس تاكيكارديا هيديك دي حاجه مميزه قوي اللي فيه كوموسايتوما. قلنا مايكروسكوبيكالي اهم حاجه واهم نقطه فيها كلها في فيه كوموسايتوما كلها اللي هو الايه الزل بالين ابيانس تمام تمام. بالنسبه للماجنت فيه كوموسايتوما احنا قلنا ما تقولش ماجنت الا امتى لما فيه ديستانت ميتاستاز. فهو هنا بيقول لك ايه ال WHO organization دي WHO قالت لك ايه قالت تقول عليها ماجنت لما يكون في ايه بيزنس اوف ميتاستاز تمام مش مشكله مش لوكال انفيجن مش اللي هو كبسوله او فاسكولا معنى مش حاجه بسيطه اه. واخر حاجه بقى اللي هي ميتاستاز تيوما اللي احنا قلناها في الاول خالص بقى اللي هي دي الموست كومن زين بايمي طيب دي اهم اصلا من البايمي دي الموست كومن تمام. ممكن تبقى جايله منين من البيست او من اللانج او من النوم تمام كده. الحمد لله ان شاء الله نكون خلصنا محاضره الثالثه باصوا. اتمنى تكونوا وفقتوا في المحاضره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.